معنا أكيد بصبحنا يا نورة، ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة بصبحنا غير بحلقتنا لليوم. يعني دائما ما فينا غير ما نضوي على مشاريع صغيرة، مشاريع كتير حلوة كتير مفيدة للزباين وأكيد لصاحبة المشروع، وهي تمونة حلو أي شيء بيتعلق بالمطبخ فهو موجود. رح نحكي أكثر كيف بلشت، كيف استمرت، كيف سوقت لمنتجاتها، وقديش اليوم عم تكسب نجاح من وراء هي الإرادة اللي هي تملكها داخلها. بدنا نرحب بالسيدة إلهام رحيل، أهلا وسهلا فيكي. اهلا صباح وسهلا الخير، فيك حبيبتي. صباح يسعد النور، صباحك. خلينا نحكي صباح الورد. عن هلا فكرة المشروع اليوم. شوف كثير من السيدات عم تعمل المشروع الخاص ضمن ظروف يمكن المعيشية القاسية اللي عم نمر فيها، عم تلاقي الصبية او السيدة عم تلاقي مشروع الخاص وعم تبلش فيه، عم نشوف دائما في طبخ، مأكولات، حلويات. خلينا نحكي من وين اجتك الفكرة، كيف بلشتي بالمشروع، كيف كانت ردة الفعل اول شيء من المحيط؟ مثل ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع. طبعا أنا بلشت مشروعي من حوالي 5 سنوات. أنا بالأساس مدرسة، طلب زوجي للخدمة العسكرية وفي عندي أطفال، صرت أنا الأم والأب بالبيت بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية يعني إنه ضاقت علي الأوضاع المادية شوي، فاجتمعنا أنا بالأولاد وصرنا نفكر إنه نساوي شيء يرجع علينا على دخل الأسرة، يعني يزيد من دخل الأسرة. فاقترح احد اولادي مثلا انه ماما ليش انت بتساوي اكلات طيبه، ليش مثلا ما بتساوي وبتبيعيها؟ ايه، فحبيت الفكره فعلا. اول حضرتك ما مو من بلشت الشام، بالمربيات. انت من الشام؟ لا انا من دير الزور. من دير ايه، الزور. تهجرنا من دير الزور بسبب الحرب طبعا بال2011 اجينا على الشام. يعني اكيد بدايه اي فكره هي كثير حلوه، فما بالك انك تكوني بغير محافظه وتقدمي للناس شيء بخصكم، تماما شيء تماما بخص لمسات اهل دير الزور والاكلات الطيبه يلي مختلفه عن الاكلات تماما. الشاميه. يعني كل محافظه لها شيء. بالبدايه كيف جذبتي الناس؟ شو هي الشيء يلي ميزك كبنت دير الزور؟ بالبدايه بلشت بالمربيات، مربى القرع، مربى الباذنجان، مربى عم شوف الكبات، هدول. مربى البندوره هو اللي اكثر شيء كان غريب، يعني بندوره، مربى البندوره هاد ايه مربى البندوره ومشهوره فيه تماما، هذا مشهوره في محافظه دير الزور، يمكن مو موجود بغير محافظات. اكثر شيء الناس اللي بالبدايه طبعا اولاد محافظتي هن اللي اشتروا من عندي، كمان اهل الشام، اهل بقيه المحافظات انبسطوا يوم انداقوا انه كيف بتعمل، يعني معقول كيف مربى بندوره بتحطوا وبندوره البندوره بتصير مربى مثل مربى نعم القرع والباذنجان، انه بتتكلس من اليوم لثاني بس يوم مثل القرع، بتشبه القرع، بتشبه القرع اي، بس هي مربى بندوره. تمام. كمان صحونا من المربيات ايه خلينا نحكي على الكشك. هلا ايه انا بصراحه انا بجيب كشك مطحون بودره، بيكون تمام. نحن عم نشوفه على شكل هذا كمان على طريقتنا، طريقه شرائح اهل دير الزور. هيك كيف بيعملوه؟ هذا عباره عن حنطه ولبن غنم، غير الكشك المطحون. الكشك المطحون بيكون هذا شو برغل بيطحنوه اوكي وبيحطوا له لبن تمام، اما هذا لا، حنطه ولبن غنم وبنعمله هيك اقراص وبنشفه على الشمس اوكي. كيف بينطبخ هذا؟ بينحط بمي بيتنقع سخنة؟ بيتنقع مثلا من الليل او قبل شيء 4 5 ساعات تمام، وبينطبخ وبنحط له، نحن نحط له لوبيا، حب اللوبيا تمام، ونطبخه طبخه اسمها الفور الديريه، مشهوره كمان بدير الزور. يعني كثير كمان اكله طيبه بيساووها اهالي دير الزور يوم الجمعه، بس هيك شو تجتمع هي؟ خلينا الاسره. نشرح اكثر. عباره عن كشك كشك ولوبيا لوبيا وبينحط له سمن عربي طبعا، ثوم بيتهوس بالسمنه العربيه وبتنسك فوق. اكلكم دسم كثير كله بالسمن العربي. طيب خلينا نحكي، مثل ما قلت يمكن نوعا ما المحافظه دير الزور بتشتهر كل محافظه باكلات معينه، ولما نحكي مثلا مربيات، مربى البندوره، رده فعل الناس كيف في كانت؟ ناس استغرب تماما، كيف استغرب انه البندوره يعني حامضه كيف بدها تكون مربى، بس بعد ما اخذوها وجربوها يعني داقوها انبسطوا وصار في طلب عليها، في اقبال كيف عليها. كيف بتعملي المربى؟ بقطعها مثل هيك تمام، بقيم البذر منها، بكلسها مده 12 ساعه تقريبا تمام، وبعدين بطبخها. طبعا بسبب عدم توفر الغاز عانيت كثير، يعني لانه المربيات اللي بساويها بتطول على الغاز، كلها بدها تغلي مع السكر، بدها اقل شيء 7 8 ساعات طبخ صحيح تمام. ايه انا مربياتي ما بحط لها، يعني الشيء اللي يميزها انه ما فيها لا مواد حافظه لا ملونات صناعيه، انه كلها هي طبيعيه 100% كلها طبيعيه 100% تماما تماما. ست الهام اكيد يعني شفنا بايامنا انه في بازارات،
مجموعات، في يمكن معارض فيها الوحدة تشارك فيها. احكي لنا شو هي البازارات أو شو المعارض اللي اشتركتي فيها، وكيف هيك لقيتي ردود فعل العالم؟ اشتركت بازار بالدام سكينو مول بازارين الشهر الماضي والشهر اللي قبله، والحمد لله لاقى إقبال يعني ونجاح من العالم. عم يحبوا العالم وعم يرجعوا يوصوك مرة ثانية. ويرجعوا يوصوني. طبعا أنا بالبداية شغلي كان كله عن طريق صفحتي على الفيسبوك اللي هي ريم الفرات، تمام؟ يعني كنت أول ما بلشت بنزل على الصفحة، في عندي أصدقاء صاروا يطلبوا وحبوا شغلي، فهيك الحمد لله شوي شوي ريم يعني الفرات. ريم الفرات، ريم الفرات على كل حدا يعني أكيد بحب هاي الأكلات والمنتجات الدارية على أصولها، على أصولها أكيد فيه يتواصل مع بصفحة ريم الفرات. وأنا دائما بنزل كمان رقم موبايلي يعني على بوستات اللي بنزلها على الفيس او على الحالات. عم نشوف كمان حلولو وانت مسميه يمكن مشروعك مأكولات الفرات، شو اللي بيختلف بالحلو هذا عن في عندنا نحن كمان أكلة حلو دارية ومشهورة بدير الزور، بناكلها بكل الأيام وبالمناسبات بعيد الفطر بعيد الأضحى، هي الكليجة الدارية أكيد سمعانين فيها. سابقا كانوا ربات البيوت يساووها بالبيت، يعني طبعا هاي الأكلة تتميز ببهاراتها اللي ريحتها طيبة. طبعا الشيء اللي يميزها كمان انه يعني طيابتها انه تطحن بهاراتها بالبيت غير يوم نجيبي بهاراتها جاهزه. في منها عده انواع، في منها ساده، في منها محشيه بتمر، في منها محشيه براحه. اهالي دير الزور هاي الاكله المفضله، اكله الحلو المفضله عندهم. اذا راحوا مثلا زياره على غير محافظه على غير مكان بيحبوا انه يهدوها لاحبائهم واصدقائهم. لما داقوها الناس لما داقوها هون اهل الشام كثير حبوها كمان، والحمد لله صار في اقبال عليها يعني من اهل الشام انه بدنا ندوق الاكله الدارية. هي كثير في منها بس على اصولها غير على اصولها تماما، يوم يكون شغل البيت غير تمام. كمان شغل البيت هيدا الشيء هو كثير طيب، مكدوس الفاصوليا انا يعني هيك أنا جديد حققته وكثير حبيته. طيب طيب كثير. يعني هي حشوة المكدوس نفس حشوة المكدوس العادية، فليفلة تمام، وجوز وفاصولية مسلوقة تمام، وزيت زيتون. طبعا أنا طيب. حتى أنا مكدوس باذنجان متساوي يعني وبنزل هذا المنتج خطير جدا هون. طيب هيك منقورات طيبة كثير وبيضل محافظ على تماما تماما يعني أكثر من سنتين بيضل مثل ما هو ما بيصيبه شيء. أنا حتى الفليفلة بفرمها فرم يعني طريقه المكدوس اللي بساويها كمان انبسطوا العالم منها انه شو ما بحط دبس فليفله بقلب هي ولا بفرزه بالفريزه، لا بزيته يوم يكون المكدوس مزيت بيطلع اطيب. الفليفله بفرمها فرم تمام، ما بحط دبس فليفله جواتها لانه بتصبغ الزيت، وهي اما شوفي هلا الزيت لونه مثل ما هو مو مصبوغ بلون احمر بلون يعني كل شيء لونه لحاله مبين. واهم شيء انه يعني مثل ما قلت لك الشيء اللي يميز منتجاتنا انه ما فيها مواد حافظه، هاي اهم شيء، والناس عم تدور يعني على الاكل الصحي اللي ما في له مواد حافظه لكن ملونات صناعيه. اللي بيشبه اكل البيت فينا نقول مونة البيت هو اكل بيتي كله اكل بيتي. خلينا نحكي هي شو؟ هي زعتر. كمان زعتر على طريقه اهل دير الزور. كمان مكوناته تختلف عن مكونات الزعتر. تفضلي. الزعتر الاخضر او الاحمر، الزعتر الاخضر او الاحمر او الزعتر الحلبي يعني هذا مكوناته بتختلف فيه شيء 20 مكون تقريبا. الحمص، الفريكه، البرغل، الزعتر، الاوريجانو، الفليفله، يعني في شيء 20 مكون تقريبا كلهم بيتحمصوا. السمسم بيتحمصوا بعدين بينطحنوا على السمسم تمام. لا ذوقي كثير طيب. لا زعتر زعتر غير طعمته، حتى غير طعمه الزعتر العادي يعني طيب كثير. نعم. وبتاكل مثل الزعتر العادي مع الزيت ما استغربوا اللون اول شيء ولا بلا استغربوا اللون والطعمه كمان. يعني طعمته صايره مثل الدقه لان في حمص وفريكه وهالشغلات هي. تمام ست الهام، يعني هلا حكينا هيك عن بعض المنتجات، وطبعا عندك بعض خيارات كثيره على صفحتك بيلاقوها الناس، ولكن اكيد اول ما بلشتي او يمكن ببعض الاحيان صار هيك في ثغرات بالمشروع، يأسك هذا الشيء؟ يعني بجوز وحده تطلب منك طلبيه ما تاخذها، بجوز وحده تطلب منك طلبيه ما تعجبها. كثير يعني حكينا بالشيء الايجابي، الشيء سلبي كيف قدرتي تجاوزتي، كيف قدرتي انت تتغلبي على اي كلمه بشعه، كيف رجعتي قدرتي تقنعي الناس بكرمك بعطائك بلقمتك الطيبه؟ الله يسلمك حبيبتي. ارضاء الناس غايه لا تدرك. صحيح. ودائما الانسان شو ما ساوى يعني ما راح يكون الشيء اللي بتساويه انت بيعجب كل الناس. صح. فالواحد اجباري بده يتماشى مع فكر الناس مع قليتهم، بده يعني
بيسايرهم شو ما هي بده يسايرهم، تمام؟ يعني حتى اذا انتقدوني انا بالعكس، اي حدا مثلا ياخذ من منتجاتي اول شيء بقول له اذا ما عجبك المنتج فيك ترجعه. يعني بتذوق وبترجع، انا ما عندي اي مشكله، اهم شيء انه انتم تكونوا رضيانين انه المنتج يكون عاجبكم. يعني انا يعني ما تهمني الماده بقد ما تهمني انه ترجع تاخذ مني عندي مره ثانيه وثالثه ورابعه. تمام؟ ايه فهيك يعني هي الثقه اهم شيء بيني وبين الزبائن. صحيح. انه خلص انه هن واثقين من منتجاتي، حبوها ما حبوها بيرجعوها، ما عندي اي مشكله نهائيا. طيب خلينا نحكي، وين بتطمحي توصلي لمشروعك اليوم؟ كثير بنشوف صبايا وسيدات عاملين مشاريعهم الخاص وحابين فعليا انه يتوسع هيدا المشروع يشمل المحافظات السوريه وينطلق فينا نقول لبرا. انا بتمنى والله والله. هو شوفي من ناحيه الكليجه وصلت على السويد، وصلت على النمسا، وصلت على المانيا، يعني اهلنا اهل دير الزور اللي عم يسافروا، والمغتربين بعثوا بالسعوديه كمان انه حدا وصى بعثت لهم عن طريق الباصات والشحن. بتمنى انه كبر مشروعي بصراحه. الظروف الماديه هي اللي يعني هي اللي ما عم تخليني اتحرك. صحيح تماما. والمكان المكان انه البيت يعني ما في غرفتين، بتمنى اني وسع بيتي اول شيء، بتمنى اني مثل اشتري فريزه لانه المربيات فصل الصيف يعني بدها اجباري براد لانه ما فيها مواد حافظه لحتى تنحفظ فتره اطول. بتمنى انه اجيب فرن كبير، بتمنى انه وسع شغلي اكثر، وان شاء الله الله كريم. كل ما احاول انه يعني انه خلص رح اجيب هالشغله هي بنزل على السوق لاقي الاسعار ارتفعت. مزبوط تماما. يعني وكمان عدم توفر الغاز والكهرباء، الغاز مشكله كبيره والكهرباء. ايه تماما. أيوة يعني نحن بدنا نتمنى يا رب هيك يصير عندك مطبخك الخاص فيك، ان شاء الله الله كريم، مطبخك الكبير اللي بتحلمي فيه ان شاء الله الله كريم. واكيد اكيد الله كريم، يعني عندك هالروح الحلوه اكيد الله رح يرزقك ويعطيك ويوفقك بحياتك ونشوفك هيك بالعالميه. الله يبارك فيكم. شكرا كثير لكم. اكيد بنشكرك الهام الرحيم، نتمنى لك التوفيق ويا رب نشوف مشروعك اكبر واكبر منطلق للعالميه. وتحيتنا لكل اهالي دير الزور الطيبين. شكرا كثير. الله يسلمك حبيبتي. بس اخر كلمه بحب وجه شكر لوالدتي اللي وقفت حدي وعلمتني على يعني على الطبخ وعلى المربيات، وبشكر كل حدا ساعدني يعني سواء قدم لي دعم معنوي، هو مادي ما حدا قدم لي بس دعم معنوي. بشكر اهل محافظتي واهل الشام اللي اخذوا من عندي ورجعوا اخذوا من عندي مره ثانيه، يعني انا بعتبرها مساعده لي. اي حدا بياخذ مني مره ومرتين معناته هذا عم يقدم لي مساعده. بشكركم انتم على الاستضافه. اهلا وسهلا فيكي اكيد، ومنتمنى لك كثير اشياء حلوه بتليق فيكي. الله يسلمك. الله يسلمك حبيبتي. شكرا لك.